أما تجزون أجوركم يوم القيامة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع يا عبد الله يا ابن أمة الله وعبده يا عبد الله يا ابن أمة الله وعبده يا أمة الله يا ابن أمة يا عبد الله يا ابن أمة الله وعبده يا شيخ بكر الطرابيشي اذكر العهد الذي عخرجت عليه من الدنيا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا جاءك الملكان وأجلساك وسألاك من ربك وما دينك ومن هو نبيك وما هي قبلتك ومن هم إخوانك فلا يخيفانك ولا يهيلانك ولا يفزعانك فإنهما خلق من خلق الله فقل لهما الله ربي الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيي والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني على ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله من الآمنين ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.